طبعا الحمد لله اليوم كان اجتماع جدا مثمر وقيم مع وزارة الثقافة وأعضاء لجنة الثقافة والترفيه. كان من أهم أجندة الاجتماع اللي هي عرض مبادرات لجنة الثقافة والترفيه على وزارة الثقافة، والتعرف على فرص الاستثمار الموجودة في القطاع وآلية التواصل مع وزارة الثقافة. طبعا احنا كلجنة يهمنا ربط القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية الموجودة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، والحمد لله كان في نتيجة أو أوتكم جدا جميلة وراح نحققها على نصف السنة هذه ونهاية السنة القادمة إن شاء الله. إحنا أهم شيء إن نعمل على تحقيق استراتيجية أو نعمل على مساعدة هيئة وزارة الثقافة على تحقيق الاستراتيجية اللي عندهم وبناء قاعدة تواصل واضحة وربط المشاريع اللي موجودة على أثرها ممكن نطلع بتحالفات جدا مثمرة.